تعال نروح نشوف مره تانية استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمصاحب للفرقه قال ايه بعد المباراه. طبعا النادي الاهلي دايما احنا عايزين المكسب يعني، وهو ده قدر النادي الاهلي ان اي ماتش لازم ننزله ولازم نكسب الماتش يعني، ده كعاده النادي الاهلي وعاده الاهلاويه. ومع ذلك الحمد لله في ظل كل الظروف المحيطه الفرقه بقى لها كتير التوقف كان موجود، في نفس الوقت الاجواء نفسها والمطر يعني حاجات كتيره قوي طبعا كده، ومجموعه الغيابات اللي في الفريق، ومع ذلك اللي كانوا موجودين لعيبه رجاله وقدم عليهم والحمد لله على النتيجه. تمت كعاده النادي الاهلي، النادي الاهلي في سيستم استاذ محمد الجرحي اخويا وزميلي هو رئيس البعثه، الحمد لله كل الامور كانت على اعلى ما يكون. السفاره قامت بمجهود طيب معانا، معالي السفير كان بيتواجد معانا كتير. في نفس الوقت اللي هو الدور الدائم لرئيس البعثه وما بيكون مرافقين للبعثه ان احنا تسهيل اي حاجه بيحتاجها الفريق او البعثه نفسها كلها، وكل ده كان الحمد لله كعاده النادي الاهلي ماشي كويس جدا، وفي النهايه التوفيق الحمد لله ان شاء الله خير. عاده النادي الاهلي لعيبه متعوده على السفرات الكتيره ورا بعض، على ان بيبقى فيه ارهاق جامد ومع ذلك بيأدوا كابطال، فكلنا مطمنين لان ده هو النادي الاهلي ودي جينات لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله خير ويا رب نتوج بالبطوله ان شاء الله، يبقى حاجه ترسم البسمه للجماهير الاهلاويه. فرصه برضو اشكر كل المصريين والجماهير الاهلاويه المقيمين في الجزائر اللي سواء كان على اتصالات معانا على طول وفي طلبات التذاكر وحضورهم المباراه، كل ده كان جزء كبير من الدعم، وان شاء الله البعثه كلها توصل بالسلامه وان شاء الله الانتصارات تبقى جايه.